وللمزيد حول هذا الموضوع معنا الأستاذ حمو بن سعدوت، المدير العام لهندسة المياه بوزارة التجهيز. أستاذ بن سعدوت، أهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا. أستاذ بن سعدوت، عرف المغرب منذ سنوات انخفاض في التساقطات المطرية مما انعكس بشكل كبير على الموارد المائية. كيف تقيمون اليوم الوضعية الحالية لهذه الموارد؟ نحن نعيش السنة السادسة على التوالي من الجفاف، وهذه الفترة من سنة 2019 إلى غاية اليوم تعد هي الفترة الأكثر حدة من الجفاف مقارنة مع فترات الجفاف اللي عفتها بلادنا سنوات الثمانينات والتسعينات، بحيث أن الواردات المائية لم تتجاوز خلال هذه الست سنوات 17 مليار متر مكعب فقط. وهذه السنة العجز على مستوى الواردات وصل 73%، بحيث أن نسبة الماء السدود إلى غاية اليوم لا تتجاوز 26.6% فقط، في حين أن السنة الماضية في نفس التاريخ كانت 34%. وهذه الفترة أيضا هي منذ سنة 2019 عرفت واحد ارتفاع كبير في درجات الحرارة، حيث أن سنة 2023 كانت هي السنة الأكثر حرارة على الإطلاق. ولما نتحدث عن ارتفاع الحرارة فنحن نتحدث عن ارتفاع نسبة التبخر، وحنا تنفقدوا حاليا 1.5 مليون متر مكعب يوميا على مستوى حقينة السدود بسبب التبخر. وارتفاع درجة الحرارة أيضا يعني زيادة على الطلب في الماء بحوالي 20% بالنسبة للماء الشرب وحوالي 10% بالنسبة للمياه الصافية. طيب أستاذ بن سعدوت، ما هي الحلول والجهود التي يقوم بها المغرب للحيلولة دون تدهور أكبر للوضع المائي؟ طبعا هناك حلول، بحال اللي كتعرفوا فالمغرب فالإشكالية ديال الماء متموقعة في صدارات الأولويات ديال بلادنا، وهو يحظى بتتبع شخصي ومستمر لصاحب الجلالة نصره الله. وهنا يجب أن نستحضر الخطاب ديال 14 أكتوبر 2022 في البرلمان، اللي كان صاحب الجلالة نصر الله أعطاه واحد خريطة الطريق لمواجهة هذا الإجهاد المائي اللي كتعرفها بلادنا. فهناك طبعا تسريع وسيلة إنجاز المشاريع المتضمنة في البرنامج 2027. في هذا الصدد احنا نهينا واحد الأشغال في 4 ديال السدود الكبرى خلال السنتين الماضيتين، وهذه السنة إن شاء الله غادي ننهيو الأشغال في 3 سدود كبرى إضافية. هناك أيضا كإجابة على الإجهاد المائي هناك مشاريع الربط بين الأحواض المائية، وتم إنجاز خلال سنة 2023 مشروع الربط بين حوض سابو وحوض أبي القراق. هذا المشروع مكننا حاليا من نقل واحد الحجم إجمالي ديال 200 مليون متر مكعب، وهذا الحجم هو اللي يمكننا من مواصلة تزويد ديال الماء الصافي الشرب في محور الرباط والدار البيضاء. ويتم حاليا ايضا اجراء اشغال الربط ما بين سد واد المخازن وسد دار خروفه باقليم العرائش. هذا المشروع اللي غادي يمكن ان شاء الله من تامين تزويد مدينه طنجه بالماء الصالح للشرب. اضافه الى هذا هناك ايضا اللجوء الى المياه غير الاعتياديه، خصوصا عبر تحليه مياه البحر. بحال اللي كنعرفوا في سنه 2022 تم الشروع في استغلال المحطة ديال الشتوكة من أجل تزويد أكادير الكبرى بالماء الصالح للشرب، وتم أيضا توسيع ديال المحطة ديال العيون إضافة إلى محطات صغيرة كبرى. وخلال الأيام القادمة إن شاء الله غادي إطلاق أشغال إنجاز المحطة الكبرى ديال الدار البيضاء، اللي غتكون أكبر محطة ديال التحلية في إفريقيا بحجم ديال 300 مليون متر مكعب في السنة، إضافة إلى إنهاء الدراسات اللي كتعلق بواحد 6 ديال المحطات كبرى ديال تحلية مياه البحر تعلق بالمنطقة ديال الشرق وأيضا منطقة طنجة والصويرة، إضافة إلى واحد المجموعة ديال الإجراءات استعجالية تم اتخاذ ديالها من أجل مواجهة الوضع المائي ومواصلة يعني تزويد بالماء المختلف المغاربة. الأستاذ حمو بن سعدوت، المدير العام لهندسة المياه بوزارة التجهيز، شكرا جزيلا لك لهذه التوضيحات.